مبادرة إنسانية اجتماعية بحتة. علاوة على لأن البعد السياسي اللي حكينا عنه، المحبة الصادقة لقائد الوطن والمملكة العودية. نسأل الله رب العرش العظيم أن يكثر من أمثال هذا الشعب في محبتهم لوطنهم ولقائدهم. وأنا من خلال هذه القناة الرائدة والهادفة أناشد كافة مؤسسات الأهلية أن تحتذي في هذا العمل. الكل يقدم لهذا البلد بما يملك، أقلها محبته لهذا البلد. موجودين بمدينة القويسمي الرياضية، طبعا شكر كبير لأمانة عمان، شكرا يعني شكر كبير كمان لمدير المدينة الرياضية أحمد المهيرات، المهندس أحمد المهيرات، طبعا ما قصروا معنا، استقبال كثير رائع، لقينا استحسان كبير بالنسبة لاستقبالنا، شكرا لهم كثير والله. اوكي، احنا دعايتنا دائما على السوشيال ميديا، صفحتنا كثير قويه الحمد لله، احنا بننزل الخبر، طبعا هون ما نزلنا خبر ولا شيء، احنا اعطينا خبر لمدير المدينه والشباب الموجودين، طبعا عمال الوطن طبعا الله يجزيهم الخير ولا يعطيهم العافيه، كانوا كثير ممتازين معنا ولقيناهم متجمعين وجاهزين، ولقينا مبسوطين كثير بهالفكره بالنسبه للعمال. طبعا هذا اللبس مفخره لكل انسان، بصراحة ما بتعرف شو الشعور الإنسان لما يلبس هذا اللبس. طبعا احنا لتكون في مكافأة بيني وبين عامل الوطن إشي كثير حلو بصراحة. لا أنا أحسن منك ولا أنت أحسن مني، الكل طبقة واحدة، الكل احنا بنهدف للمواطنة، الكل نفس المستوى، الكل نفس الوضع، والحمد لله رب العالمين. وقدرنا يعني بها يعني شغله بسيطه، يمكن انت شايف انه لبسه، بس لبسه بعينهم، بعينين عمال الوطن، وبعيني بصراحه، بعين كل واحد بيشوفنا هيك، شيء كبير وشيء حلو، والحمد لله رب العالمين. يعني مبسوطين على هاي الشغله اللي سويناها بصراحه، فقط لعمال الوطن. اليوم لعمال الوطن احنا بنهدف طبعا بمبادره نعيم، ناس محتاجين، لاجئين، ناس الاقل حظا، اللي بيحتاجونا، مين ما كان بيحتاجنا راح نكون موجودين عنده، لو بداخل العاصمه او خارج العاصمه، محافظات. راح احنا في اهداف جديده راح نسويها ان شاء الله، طبعا نتواصل مع مسؤولين ان شاء الله، راح نعمل شغله كثير كبيره، خليها لوقتها، والكل راح يعني الكل راح يكون مبسوط فيها ان شاء الله. ان شاء الله مبادراتنا مش راح تكون، احنا مفكرين بشيء يعني اللي بحكي لك عنه هلا، احنا مفكرين بباص كبير ان شاء الله، راح نجيب باص كبير وراح نلف على محافظات باذن الله، بس خليها هي الترتيبات، لما تكون ترتيبات 100% وان شاء الله امورنا بتكون منيحه، وان شاء الله امورنا بتوصل كلمه نعيما ومبادره نعيما توصل لكل مكان. مش احنا بهمنا داخل المملكه، طبعا احنا بنهمنا احنا نعمل وغيرنا يعمل، هي تكون زي عدوى المبادرات الحلوه الخيريه، الكل بحب يعمل زيها، وان شاء الله يا ربي الكل يكون عنده اهداف نبيله واهداف خير، والله يوصل الخير لكل مكان. صدقاً أنا بدي أحكي عن المبادرة اللي صارت، صدقاً إنها مبادرة جميلة جداً، بشكر صالون الخال على هيك مبادرة، بشكر الحلاقين اللي عنده صدقاً إنهم معلمين. مشارك من المبادرة من أول ما بلشت مبادرة نعيماً، والحمد لله هاي الجولة الخامسة اللي بنخوضها إحنا والشباب، والحمد لله رب العالمين موفقين فيها، مع كل الناس بتستقبلنا استقبال كثير كويس، وبنلاقي إقبال من الناس علينا، وإن كانوا عدم أخذ عمال الوطن أو ناس كانت في الساحة الهاشمية، كان في ناس مرق طريق نقعدوا نحلق له، ما في عندنا أي مشكلة، أو رحنا على نادي الوحدات برضه كمان، كانت مبادرة كثير حلوة والحمد لله رب العالمين. هاي المبادرة هي يعني بالنسبة لي يعني أنا هي عمل تطوعي، يعني عشان الواحد يطلع الخير اللي جواه، يعمل إشي لو إشي بسيط، وهو إشي مش كثير يعني، بس هو إشي بسيط، بس الحمد لله هذا اللي بنقدر عليه، يعني ليش ما نأديه، ليش ما نعمله للناس ما دام موجود عندنا، يعني ليش ما نعمله للناس، والحمد لله ميسرة، وين ما نروح مستقبلين كويس، وناس بتستقبلنا بكل روح رياضية ما شاء الله عنها يعني. متشكر الخال ومتشكر المهندس أحمد المهيرات على المبادرة هاي، ما شاء الله يعني بالنسبة للخال يعني مبادرة حلوة، ما شفتش مبادرة زي هيك. هاي مبادرة طبعا من صالون الخال من الأستاذ صبحي العساف، طبعا هو اللي كان بها أول مرة في الساحة الهاشمية ومخيم نادي الوحدات، وهي عندنا هون في الأمانة في المدينة طبعا الملك عبد الله، واحنا تشرفنا طبعا نكون معاه في الفكرة هاي لأنها فكرة خير. هي كلمة خير يعني توزع، مش موضوع إحلاقة، هي موضوع إن نسهل الناس. في ناس ما بتقدر تروح على صالون الخال لأنه إمكانياته عالية، فهمت أنت كيف؟ فإحنا بنجيهم بنوصل لهم الرسالة بشكل سلس، يعني بدناش نعمل تفرقة بين هذا معي أو معيش. وصالون الخال غنى عن التعريف طبعا، دار المسنين، عندنا مراكز الأيتام، هذا كله راح يترتب. في عندنا قدام شوي يعني شهرين زمان من نروح على المحافظات، اربد، طفيله، الكرك، كل هذا لازم احنا نكون متواجدين مع بعض. احنا لجنه باداره صالون الخال، صبحي العساف، احنا معاه.